السلام عليكم جماعة الخير. اليوم انا هضر على البريسيلوز ان شاء الله غنبوردي طروا كو سوكسيسيفمون بريسيلا ايموفيلوس والبوردي ديالها سي دي كور لي درناها في ميم سيونس و ميم جور داكور شي مدام برواكان. المهم باش ما تخلطناش راح نمدو دي زاستوس كيفاش نشدو برك لهاد لي زيسباس كامل. داكور البروسيلا يقول لك فيفر هي الفيفر دو مالد داكور بروسيلوز دير لك لا فيفر دو مالد فال ديرها مليح في راسك طري بيان. جينيرالمون دي لا ديزانفيكسيون انيمال اكسيدونتيلمون ترانسميسيبل ا لوم من المهم الي زونوس عند الانيمال وعند عند لوم اكسيدونتيلمون. لو جون بروسيلا كومبرون تروز اسبيس انا وحده تروز اسبيس fréquemment isolés ou trois espèces rarement isolées. Alors où je dis depuis comme Sam ou quand Sam Suisse Abortus militensis très bien ou le quand Canis Yek Canis ou Ovis ou Neotomi d'accord, canis ou ovis ou neotome. D'accord, très bien. Généralement, l'habitat des habitats des parasites, des mammifères, elles sont quasiment pathogènes les animaux, mais certains sont le sont pour l'homme. Très bien. Les réservoirs, madame a anthropozoonose ou madame a beaucoup plus animal, ou je m'en ta, c'est ma atteignant de nombreuses espèces animales, soit domestiques, soit sauvages. D'accord? Qu'est-ce qui est spécifique ou là, qu'est-ce qui est particulier ici? C'est qu'on donne une spécificité d'hôte, genre qui n'est pas absolue. En bref, عندك سام وعندك البيبيو بالعربية سويس توشي لك لي بورسان سويس بورسان وعندك لي زابورتوس ابورتوس توشي لك لي بوفا ابورتوس لي بوفا وعندك ميليتانسيس توشي لك لي زوفا. هاد الهضره كامل ابريفي هنايا سام بي بي يو سويس بورسا ابورتيس بوفا ميليتانسيس اوفا اسرت عند بي طري بيان. لا ترانسميسيون كيما راني دايره هنايا شي لانيمال جينيتال شي لوم اكسيدونتال ديجستيف كوتاني وعندك ايريان جينيرالمون هضرنا ديجا قلنا شي لوم الي اكسيدونتال très bien. عندك ولا لا voie digestive كيما قالت لنا مدام برواكن سي جينيرالمون بوكو بلوس البن. المهم لو ليك يكون ماشي باستوريزي داكور très bien ولا لي فرماج شويه très bien. الكوتاني par contact direct الفيتيرينير يروح لي زانيمو هذوك يدوشوهم ويدير لهم كونسلطاسيون بلا ما شغل ما يديرش في بالو لا بروسيلوز علاه ما يديرش في بالو فيها لابروسيلوز على حسب واش قاعد دام بروسيل شغل ما يديروهاش بزاف في بالهم هاد لي باكتيري شغل كيما يقولوا يديروا بزاف صوالح في راسهم وهذا الاخر ينيجليجيوهم سي بور سا شغل يقدر يكون اتا داكور. هذه كوتاني الايريان وهنا لازم ندير دو تري الايريان كي نقول اري ايريان با انالاسيون تاع من لي فيرم ولا لابوراتوار ولا مي ماشي كونتاميناسيون انتر هومان يعني ماشي من لوم جو ريبيت ماشي يكون اوم اتا يروح يدير لي داكور يروح يعدي لي واحد وقت اخر نو هنا يعني باش نكونوا نيشان هاي لا كونتاميناسيون كيفاش لا ترانسميسيون كيفاش تجي. نهضروا على لي كاركتير بيوشيميك تاعهم كاركتير بيوشيميك كوكو باسيلا غرام نيجاتيف صافي عندك بي جي ان داكور
ايموبيل نون سبويلي نون كابسولي، يعني باختصار بصريح العباره البروسيلا ما فيها والو، لا موبيليتي لا سبويلاسيون لا كابسول، والو ما فيها والو. داكور بروسيلا سي ان جيرم ايروبي ستريكت جينيرالمون. مع الوقت كي ندير ايموفيلوس وبوردي ديالها نشوفو شكون ايروبي ستريكت شكون لا لا شكون دي فوا، راح نديرو كامل لي ديفيرونس اللي كاينه ما بين لي تروا زيسباس هادو. لا تمبيراتور 34 دوغري سيلسيوس او بي اش اوبتيمال 6.8. جينيرالمون البروسيلا نيسيسيت دي ميليو ريش بلا بيان اكزيجونت. داكور في الميليو ليكيد نسحقوا البويون اكسري دو فيوند مع الاكسري دو لو لوفير كيما نقولوا البويون تريبتيكاس سوجا، هذا هو لو بلو كومون اللي راهم يديروه دوكا. داكور وفي الميليو سوليد سي تريبتيكاس سوجا اغار بلس، ما تخلط لكمش بويون تريبتيكاس سوجا وحدها في الليكيد والاغار هذه معاها في السوليد. طريبيا واش كاين تاني في كي يكون البري بريلافمون تاعك يكون كونتاميني، صحيح اون فا اديشوني لو ميليو تاعنا بالبوليميكسين ولا الفانكوميكين ولا النيستاتين. داكور بالعربيه وين الورقه تاعي؟ الورقه تاعي فوالا هاد لي زونتيبيوتيك بي في ان. داكور بي في ان بوليميكسين ياك و فانكوميسين و نيستاتين. داكور بوليميكسين فانكوميسين و نيستاتين. ها ديجا بدينا لا بروميير ابريفياسيون بي في ان. داكور هادو سي دي زونتيبيوتيك اون كاوين البريلافمون تاعنا يكون كونتاميني. طريبيا نروحو ديريكتومون لي كاركتير بيوشيميك. هنا نبداو في لا دوزيام ابريفياسيون، شدوها اوكسيكا نوريا. سي با اسك vous arrivez à déchiffrer oxy k n a urea. بالعربيه نخرجوا اوكسيداز بلس كاتالاز بلس ان ار بلس ان ار بلس و اورياز بلس بوزيتيف. سي مو فوالا ابارامون نخدم غير بستيلو الروج. المهم لي كاركتير بيوشيميك هذا واش اوكسيداز بلس كاتالاز بلس ان ار بلس اورياز بلس، ها هي لابريفياسيون تاعنا اوكسيكانوريا. اكتبوها هاي اكتبوها كيما راني كاتبها هنايا اوكسيكانوريا بلس. غدوة في ليكزام ولا في الكوسيام تقول لك كاتالاز نيجاتيف تفكر اوكسيكانوريا ما تلفيها ليش. جوستومون جو في لو فيديو هذا للناس اللي راهي كيما نقولوا ما تقدرش تقراها اكوز من هذا لا بانديمي تاع الكورونا. داكور ليزيون دو سكر اللي لونت باش نمشي في الميديو ايزيلي نخدمو بهم ما نقدروش نديسيليوها. دوكا نروحو ديريكتومون ليدونتيفيكاسيون كومو ايدونتيفي ليسباس. بور ايدونتيفي ليسباس عندك تروا كريتير. داكور عندك تروا كريتير، عندك ليكزيجونس ان سي او 2، عندك لا برودكسيون د اش 2 اس، وعندك لاكسيون دي كولورون. لي كولورون عندك دو كولورون، عندك لا فيوشين وعندك لا تيونين. تري بيان ليكزيجونس ان سي او 2 دونك نشوفو شكون يكون ايكزيجونس شكون لا برودكسيون د اش 2 اس شكون لو واول. سي ا سي سي ان فونكسيون دو سي تروا تيتر اللي راح نشوفوا هاد لي سبيس الي كوم سو هاد لي سبيس تبغي البرودوي لا برودوي لا لاش دو زيد لا كورونا في شوشين كيما هكا دو سيت فاصون اكثر كيفاش. فوالا ها
qui m'a parlé que l'action bactériostatique de colorant, la fissure naturelle, est différente sur les espèces. D'accord? Nous allons pour la troisième abréviation, c'est-à-dire l'EFA, qui m'a dit que j'ai déjà préparé au chinois. L'F est égal à MA ou T est égal à MS. L'F est égal à MA. L'F est égal à MA ou T est égal à MS. اللي واش هذه فالفيوشين وين هي الكومبوزيتيف الميليتانسيس والابورتوس فلاتيونين عندك الميليتانسيس وعندك السويس سي بون باش نبداو قبل مليح باش نبداو معايا الكور لازم تحفظوا لي تروا لي تروا سبيس هذو كل واله عندك ميليتانسيس وابورتوس وسويس سام سام سويس ابورتوس ميليتانسيس طريبي هذه هي اف تي غالا ام ا تي تي ديجا تهنينا على بالنا لي كولور كي وين تيكون هذه وين وينهم اللي يكونوا بوزيتيف الفيوشين وتيونين وينهم يكونوا بوزيتيف سي بون عرفتي دابا رانا نطولوا هنايا كاين عفسة في الكور هي اي كوري جات تيونين الاولى بوزيتيف ونيجاتيف كانت كان غلطه هنايا اللي ما حضرش الكور واللي ما على بالوش المهم لا ليزوتيبي صايي هذا مع سي او 2 لا نو مازال ما هضرناش دوكا دوكا مش عارفه وين كتبتها باش نديها لكم معليش انا جي فيها ايكري ركز برك معايا CO2 تيغال A H2S تيغال AS هذه الاف يكون في الكتاب الاف وال هذا فوالا هذه كنت نقول عليها الآلة لي كولورون هذو لي كولور وهذو قلنا نكلاسيو سا ديبون لي تروا تيب هاي ليزيجونس اون سي او 2 لا برودكسيون داش 2 اس وعندك لي كولور نبداو بالسي او 2 سي او 2 هي الاولى ا الاش 2 اس هي الدوزيام او زيد لها اس هاي سيدي في خاطر الاس اللي تحلها الاش 2 اس طري بيان تقعد لك لي كولور اللي قلناهم اف تيغال ام ا و تي تيغال ام اس بور لي جون كي سون كابيل نمد لهم استيس pour les gens qui sont capables يفهموها MST يعرفوها موثق استفسا MST داكور طري بيان هاي فتيونين pour une fois راهي كيما نقولوا لصحابين راه لون كابيل في القرايه تاعنا طري بيان MST فوالا CO2 A H2S AS ou FMA qui m'a donné la FMA ou TMS. Mais je sais est-ce que vous avez remarqué le شوفوا كيما هكا ديروا بالترتيب وسيروا كل واحد يقعد مع راسو واذا ما عجبتكمش هاد لاباسو شوفوا دوطر فاسو ليسونسييل تشدوا الكور باسكو افورسكو لي كور مي كثروا افورسكو لي كور مخلطين بزاف شغل محال تشد كامل هذا لي تريك المهم سي او 2 الاولى والاش 2 في زوج سي او 2 والاش 2 هادو لي الاخر فيهم في زوج فيهم الا الاولى فيها ا وخا نزيد لها الاس ومن بعد هنايا الاف تي في زوج فيهم الام واحده نعطي لها الا واحده نعطي لها الاس شغل الخلطه راني مدي لكم بليزيور فاصون كل واحد يخيط اللي بغى يخيط الاف اس تي اللي بغى يخيط اللي يحفظ يحفظ داكور نروحو رابيدمون لاليزوتيبي ليزوتيبي ليز با لي بكتيريوفاج عندك تبيليسي وايبرايج وعندك ايزاتناغار لي زابريجاسيون عندك تي بي دبليو بي ايزات المهم تي بي بوزيتيف هنا دبليو بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا ايزات بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا فو فوي علاه جي شوازي هاد الكور اكزاكتومون بور فار لي زابريفياسيون تخلط لك محال تشدهم و جوستومون اون سي جامي هادي دنيا بالك يطيحو بالك ما يطيحوش حنا اون سي جامي يطيحو كيفاش نديرو حنا صامتين هما صامتين خلاص ابر راكم شتو الوالا في ليكزيجونس قلنا CO2 A والH2S AS ياك شدوا مليح مليح كونسونطريو معايا مليح مليح ولا سيدي بوركوا با نعاود لكم ورقه سبيسيال باش نحطو نيشان
قلنا في CO2 الأ الأبورتوس هي اللي تكون تجينا CO2. الH2S قلنا الأبورتوس والسويس هما اللي بروي اللي كي فون برودوير دو الH2S داكور. وخلينا من الاف الاف اللي هي ام ا والدي اللي هي ام اس خلينا منها. نجي دوكا لي زابريفياسيون تاعنا تبيليسي هذيك واي برايج وهذيك ايزات ناغار ولا مانيش عارف ايزات داكور. التي بي هي الاولى كيما شوف هاني نتبع لك كيما قلت لك هي تبيليسي واي برايج ايزات ناغار ثاني. الاي بي نديرها كيما سي او دو ا ثاني دبليو بي الاس كيما الاش دو اس يعني تبع هاي. والاي زد والله ما نخليها في خاطركم نخلطوا الا والاس ونزيدوا لها الام هاي هاي تالي هاي الاولى الان دو طروه هذه فيها وحده هذه فيها زوج الدوزيام والطروازه فيها طروه لي طروازه بس جو بونس با بلي كاين اوتر فاصون باش نشدوها داكور. هاي عندك الاولى سي او دو ا الاولى ا دوزيام ا اس دوزيام ا اس. خلينا من هادو لي كولورو روح لي الايزات ناغار مادام لي دو لوالا الاولى فيها وحده ودوزيام فيها زوج ثلاثه فيها تروا دي سبيس ميني تنسيس وابورتوس وسويس كامل يخرجونا بوزيتيف في الايزات ناغار. Good, good. On passe. Je m'excuse. La vidéo est là, c'est à cause de ça. Je vais dire des fautes. D'accord? Et le moyen. Je pense que maintenant. Donc, pour la structure antigénique. La structure antigénique. Handek chauf. L'abortus. Handek prédominant. Prédominant, c'est l'antigène. Antigène A. داكور. الميليتنسيس عندك لونتيجين ام شوف والسويس عندهم بروبورسيون ايغال لونتيجين ا مع لونتيجين ام داكور. هنايا بريدومينونس ا هنا بريدومينونس ام هنا بريدومينونس ما كاش بريدومينونس هنا كيفي شوال الام ال اري اون بروبورسيون ايغال سي بون برسك من هنايا نروحو لا فيزيوباثولوجي بينتر دون لورغانيزم بار فوا كوتاني ديجيستيف ريسبيراتوار هدرنا من بعد كيفاش دير غاني بار فوا لينفاتيك لو بروميير لي غونغليونيل ملتيبيكاسيون ديسيميناسيون دون لورغانيزم بار فوا سانغين اي لينفاتيك. رابيدمون رابيدمون عندك لا باثولوجي انا بور موا انا بور موا هادو سي با دي تيب de brucellose, mais pour moi c'est des stades, le premier stade, le deuxième stade, le troisième stade. Avec la brucellose aiguë septicémique, d'accord, la brucellose subaiguë, on a la brucellose chronique. Très bien. La brucellose aiguë septicémique, l'incubation est à 2 à 3 semaines. D'accord, 2 à 3 semaines. Un début insidieux. D'accord. La maladie est marquée par عندك fièvre, asthénie, arthralgie, myalgie, d'accord. Justement, on a la classique fièvre ondulante sudoralgique, d'accord. Fièvre ondulante sudoralgique, généralement accompagnée de l'HSM ou l'ADP, hépatospiromégalie ou l'adénopathie, d'accord. Comme maintenant le septicémique, incubation de 3 semaines, début insidieux, généralement il y a une fièvre asthénie, arthralgie, myalgie, les chrines chamouf, la classique fièvre ondulante sudoralgique accompagnée d'hépatospinomégalie ou adénopathie. On a fait le cours de ma base. Très bien, la brucellose subaiguë, la brucellose subaiguë, elle survient après la forme septicémique. Nous avons une chose, elle vient de plusieurs localisations sont possibles, mais beaucoup plus, avec les os, avec les articulations, d'accord, qui sont atteintes. Nous avons d'autres localisations. Semaine, nous avons une chose, nous avons des atteintes neuropsychiques, ou même des méninges encéphalitiques, d'accord. Aussi, des endocardites survenant sur les valves lésées sont possibles. Alors, c'est secondaire, hein? Beaucoup plus les os ou les articulations. Nous retrouvons le dernier stade, la brucellose chronique, une asthénie physique
psychique, sexuelle, douleur qui sont diffuses. Le diagnostic bactériologique, un diagnostic direct, diagnostic indirect, ou IDR à la médecine. IDR à la médecine. Alors, je vais diagnostic bactériologique. Indic direct, indirect, IDR à la médecine. Voilà. Direct, hémoculture, culture sur les ganglions LCR, la moelle osseuse, le LPA ou le PUS. D'accord. Le indirect, sur le diagnostic DORAID, épreuve de l'antigène tamponné rose de Bengale, immunofluorescence indirecte. Les filles, on aura directement IDR à la mélitine. Mélitine du moelle, ça vient du mélitin 6. Hein. C'est mal, ça recouvre le mélitin 6. À ce que je pense. Et le moelle. Je vais un peu détailler faire venir d'accord. Diagnostic direct, on a hémoculture, culture du ganglion lymphatique, moelle osseuse, LCR, ponction articulaire, le pus, foyer suppurant. Diagnostic indirect, c'est le diagnostic de RAID. Là où je vais vous dire, c'est un peu les réactions d'acclimatisation. Les mots, elle met en évidence les IgG ou les IgM. Allez, je dirais bien. Puisque donc on va passer à l'autre, les IgG. Le right, les IgG ou les IgM. D'accord ? Très bien. Elle permet le diagnostic d'une brucellose aiguë, mais se négative rapidement lors d'une brucellose subaiguë chronique. Simma, qu'adr ma t'aïch fia, qu'adr qu'on a une brucellose, mais ma t'aïch fia. D'accord ? Elle se négative rapidement. D'accord ? Simma, le right, d'elle aiguë. D'accord ? Elle se négative rapidement. C'est ma irrégulière lors d'une brucellose mais j'avais chronique. On peut utiliser ou là ça peut être détecté par le sérodiagnostic de RAID. D'accord. Un titre supérieur de ou égal à 80 microlitres est significatif. Nous voyons comment épreuve antigène deuxième épreuve antigène tamponné rose de Bengale réaction qui va l'utilisation sur l'âme, elle met en évidence les IgG. Les IgG, les IgA, les IgG ou les IgM. Les IgG seulement. D'accord. Fanny, qui est l'oula, l'oula, elle se positive, ou pas, elle se négative rapidement lors du sub-aigu ou chronique. Elle se positive plus tardivement. Elle prend du temps. Elle reste plus longtemps positive que l'agglutination de RAID. D'accord. مما يعني ان لي بروف هذه نسحقوها في البروسيلوز سوب ايغو تقول لك لي في لي مينوفلوسونس انديريكت اللي غنيه عن التعريف. داكور. عندها ثاني ال سو بوزيتيف بلو تارديمون كو لي بروف كو لا سيروديونسيك تاع رايت. داكور. هنايا كيفاش تحاولها؟ هنايا elle se positive plus tardivement ou reste plus longtemps. هنايا elle positive plus tardivement que celle de right. D'accord. Très bien. واش فيها زياده هنايا اللي في سي كو نقدروا نستعملوها في الدياغنوستيك تاع البروسيلوز سوب ايغو و الكرونيك مي جامي 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 الايغو. غندير عليها ايغو دايره دو كارو هنا. Très bien. L'idée à la milité recherche d'une hypersensibilité de type retardé. D'accord. La mélitine, comme on l'a déjà dit, c'est un filtre de culture de mélitine 6. L'IDR, elle est positive au cours des atteintes chroniques. Très bien. En bref, hémoculture, right, je cherche beaucoup plus l'aigu. Rose de Bengale, sub-aigu. L'IDR, je cherche le chronique. Ah, très bien. Le traitement. يا ودي درت لكم تريتمون شباب عندك سياسي يا جماعه السياسي جماعه قسنطينه سياسي يا ودي سياسي و جي ار فوالا سياسي سيكلين ريفامبيسين و كوتريموكسازول
d'accord, ou GR, gentamicine, ou gentamicine, ou streptomycine. Et où? Voilà, bon, oui. CSC ou GR, index cycline, streptomycine ou cotrimoxazole. On a gentamicine ou rifampicine. Et là, je fais là. CSC ou GR. بوف انا ما لقيتش حاجات باش نكومبينيهم لقيت غير سي اس اي و جي ار. المهم سي اس اي كوتريموكسازول و سيكلين و هنايا ستريبتوميتين و هنايا جنتاميتين و هنا ريفومبيسين. طري بيان كيما حنايا بصح توجور لازم يعبزولك يماها جينيرالمون يستخدمو اون اسوسياسيون تاع دوكسيسيلين مع ريفومبيسين ولا دوكسيسيلين مع جنتاميسين ولا تيتراسيكلين مع ستريبتوميتين. يعني مخلطة دي ار دي جي الاس تي دي ار دكتور دي جي دياغنوستيك اس تي اصحاب الاس تي داكور سي بيان دو ديتيديو تلقى شغل عفايس اللي تشد بيهم داكور. هاي هي دي ار doxycycline rifampicine association loula doxycycline gentamicine deuxième ou streptomycine ou tétracycline troisième. La profilaction تعرفوها لازم لازم واحد يكون يمانيبيلي بها ويكون سو اوت ما لازمش تشرب الحليب يكون ماشي باستوريزي. المهم هذه بون كوراج ليكيب جو سي بلي طولت mais il y a besoin des abréviations où j'ai essayé j'ai fait tout quoi j'ai fait la vidéo mon calme je crois il a واحد قرا هاد الاخر سوا ما كاش كيفاش يزيد ما كاش حاجه زياده في الكره هذا شو لو تو بون كوراج ربي يقدركم في لي دو فيديو اللي جايين ان شاء الله شغل اون فا سي شغل دو فير اون بريف مي الحق الميساج اون فا سي دو فير لو تو. Bon courage. Salam.